تعال شارك خود الكابون تعال شارك خود الكابون تعال شارك خود الكابون معاشر كسر ربحك مضمون معاشر كسر ربحك معاشر كسر ربحك المبلغ زاد تعال شارك باش تستفاد باش تستفاد عليك ترضى ما يمت الاولاد ما يمت الاولاد تجي شايل كم شكل ولون تعال شارك خود الكابون تعال شارك خود ربحك مضمون معاشر كار معاشر كار تعال وشارك والحادة تصور وتبارك تصور وتبارك بدنا الله ترد الدارك ترد الدارك مبسوط وراضي وممنون تعال شارك خودك تعال شارك خودك تعال شارك خودك غير قولوا فزنا حي علي غير قولوا فزنا غير قولوا فزنا عزايزنا حي عزايزنا من مرنا نموت جوايزنا حي جوايزنا موديهن ديما في العون تعال شارك خودك تعال شارك خودك معاشر كسر ربحك مضمون معاشر كسر ربحك معاشر كسر ربحك مشاهدي الكرام نقول لكم اهلا وسهلا بكم صحة فطور الجميع وصحة شبابكم ان شاء الله يربي كل عام وانتم بخير تحية لكل من شايفين اليوم في برنامج كبكبون على شاشة تي في حدا اليوم حقيقة حتكون من داخل مدينة المرج الحبيبة المرج اللي قدمت الكثير والكثير اليوم حتكون حلقتنا فيها لفتة رائعة نتمنوها نتمنى رضاكم واعجابكم اليوم حنكون في مكان يعتبر من اكثر الاماكن لها حيوية داخل المرج او المنطقة الشرقية بالكامل اكثر مكان فيه عمل الخير وفيه الوفاء وفيه العطاء من اكثر مكان ثاني اليوم مكاننا بالتحديد في دار الرعاية وفي مركز المعاقين وفي تأهيل الشباب كل هالاماكن اليوم او هالمكان مليان باكثر من شيء اول شيء رحبوا بإدارة المقر ونشكروهم على تلبية دعوتنا احنا اليوم نكون عندهم ونقولكم ان شاء الله بدايتنا كل عام وانتم بخير رمضان مبارك وانتم بخير واهلا وسهلا بكم في مجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة تحديدا ومدينة المرج بشكل عام الله يسلمك الله يبارك عصام محمد يوسف مدير المدارس التعليميه لذوي الاعاقه والناطق الرسمي باسم المجمع عصام بارك الله فيكم ومشكورين على كل شيء تقدموه لهالشباب نحن اليوم حبينا اليوم حقيقه نكون معاكم مش نبينوا للناس ان في عندنا ناس تقدم في الخير بدون اي شيء وبكل وفاء وكل العطاء لو تحكي لنا حاجه هالمركز رايح انا شنو الاقسام اللي عندكم فيها مجمع المرج الرعاية الاجتماعية الشاملة يعتبر هو المركب الاجتماعي الوحيد في ليبيا ليضم خمس فئات من ذوي الإعاقة بالإضافة إلى أربع مؤسسات للرعاية الاجتماعية الشاملة فيما يخص ذوي الإعاقة بشكل عام يعني عندنا المركز الإشراقي يضم فئتين الإعاقة الحركية ويتقدم في خدمات تأهيل وإعادة تأهيل المعاقين الحركية من المنطقة الجغرافية الواقعة من المتوكرة غربا إلى مساعد شرقا بالإضافة إلى الواحات هذا فيما يخص اللواء الحركي اللي هو معاقين حركيين تم تأهيلهم بداية دخول النزيل للمؤسسة عن طريق لجنة الإيواء نقدر نقوله بشكل مبسط للمشاهدين بأن هنا في دار رعاية للشباب الأطفال من يوم اللي عند 12 في من 12 عند 18 وفي الشباب اللي هم الكبار وفي المسنين الشيء الثاني عندكم هنا أبناء التوحد عندكم الشيء الثاني هنا متعددي الإعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة كل هالفئات موجودة كلها هذوما إيواء كامل بالنسبة للمتعدي الإعاقة والإعاقة الحركية هذوما إيواء كامل بالنسبة للمتعدي الإعاقة تحديدا هذوما إيواء كامل يقدمهم المجمع خدمات كاملة رعاية صحية ونفسية اجتماعية بالكامل فاحنا بعضنا حنخش نجوله مع أستاذ عصام داخل المركز حنشوف الأجواء ونتمنى اليوم هالحلقة تنتظركم وشابكم ولو كان في اليوم رسالة سامية لهذا المرج وهالمكان المبارك فأكيد شكر أكثر شيء لهم مع بعضنا نتفضل أستاذ عصام
قصر الفحال. رحنا هذا هو المركز طبعا الصوره واضحه كم بس البنا مش واضحه بنت الزواق وبنت ما شاء الله الصيانه قاعده معنا اول باول احتوا هنا مصينين المكان كله ولا صيانه طبعا المكان كله هنا طبعا حجز استقبال هنا صالات اللي يجلسوا فيهن سواء النزلاء داخل المؤسسه او الاخوه الضيوف اللي يجلسوا فيهم داخل المؤسسه يتعبوا فيهم وصارهم والله يتواصلوا معهم وصارهم. عندي سؤال قبل ما نخش نتعمقوا معاهم اهل الناس اللي هنا اللي سواء كانوا متعدي الإعاقة أو الأشياء ذي كلهم هل في تواصل معهم يجوهم ولا اللي في من حط عيرهم لا هو الأغلبية بصراحة في تواصل معهم وصلهم يتابعوا فيهم يزوروا فيهم سواء الحركي بشكل مستمر طبعا أنت عارف أن النزيح أو الإنسان بشكل عام لما يعيش في أسرة وإحنا الكل أعتقد أنها بشكل عام في مجتمعنا الليبي والشرقي عايشين في أسرنا وسط أسرة وسط مجتمع طبيعي وأسرة طبيعية بالنسبة هذه صالة الاستقبال هذه صالة الفلوس بالنسبة لقسم الرجال هذه صالة كيف احنا شايفين الصيانة ما زالت الشباب ما زالوا يخدموا انا فيها تلفزيون فيها صالون متكامل طبعا هي بعد تم بعد الصيانة بتاعها يعني استراحة استراحة داخل برافو عليك استراحة داخل النزلاء قسم الرجال النساء نفس الشيء هذا قسم الرجال طبعا احنا عارفين ان ذوي الاحتياجات الخاصة ان لهم معاملة خاصة بالذات في كرم الله المشاهدين في الحمامات ان يعني لازم ان يكون لهم مواصفات معينه كيف احنا نشوفه التجهيز الكرسي على جنب الدوران المرسل كذا فهمت فهذا كله انا مثلك وانت مثلي انت حاله القسم الطبي بالكامل اللي يتعاملوا مع الفئات هذين بصراحه يحتاجوا الى التحيه والى تقدير كذا لانه بصراحه عمل انساني محض وعمل مضني وعمل مجهد بصراحه فالهم منا كل التحيه بصراحه يعطيكم الصحه يا شباب موفقين ان شاء الله طبعا هذه غرفه النوم طبعا توضيح للمشاهد ان حجه المنامه لازم تكون كيف ما حكينا استاذ عصام بدري على لازم كل فراش على الوطاء لان هم طبعا صعب ان هم يركبوا على السرير وصعب ان هم يطيح والله كذا ويتعرض للوقوع وكذا السقوط اي نعم لكن امن يرقد الوطاء الارضيه مطاطيه برضو فرشه تحت منها والسفنج مطاطي هذا برضو الرواش برضو مواصفات فين مواصفات الامان بحيث انه لو طاح ما فيش بروز كلها خاص طبعا للفئات هذين بحيث ان نتجنب قدر الامكان اصابه اي نزيل عندنا داخل المؤسسه المكتب النفسي والاجتماعي اداره الرعايه الاجتماعيه احنا المكتب النفسي والاجتماعي الرعايه الاجتماعيه طبعا ملفات نزلاء سواء نفسيه سواء متابعه نفسيه من طريق الاخصائيين ويتم عرضه اذا كان في مشاكل او كذا عن طريق الاخصائيين او الاطباء النفسيين اللي يحتاج الى طبعا احنا عارفين متعدي الاعاقه تحديدا اغلبهم يتعرضوا لمشاكل ويعانوا من مشاكل نفسيه ومشاكل الاعصاب فالاخصائيين يتابعوا فيهم بشكل دوري وينقلوا في ملاحظاتهم للدكاتره النفسيين ممكن نجمة وإناس إناس شن أخبارك؟ كل عام بخير إن شاء الله أول شيء كسروا أنتو طيبين كسروا أنتو طيبين طيب ما شاء الله أتمنى أشوفها العاجل يا رب أول شيء كسروا أنتو طيبين كسروا أنتو طيبين أتمنى أشوفها العاجل
دائما نقول يا رب رب ان شاء الله حيكون معك باذن الله تعالى. ان شاء الله الف لا بس عليك. نتمنى الشفاء العاجل لكل ما يشتهينا هم يدعي لها. مرحبتين نجمه ولا شنو اخبارك؟ ما شاء الله انا الجماعه كلهم قالوا لي نجمه ما شاء الله عليها دراسه. الحمد لله شكل عام. انت بخير؟ انت بخير. رمضان مبارك يا رب ان شاء الله. كل سنه وانت طيب والشعب الليبي كله بخير. شنو تحب تقولي اليوم كما شايف فينا عبر الليبي؟ نشكر مجمع المعاقين مرج كافة العاملين في المجمع على راسهم الاستاذ حكيم الشمال والاستاذ صالح النائب المدير وكل الاخصائيين وكل القسم الطبي حتى هو يتعب معنا بصراحه. والاخصائيات مسكينات اللي معاك اكيد حتى الاخصائيات في جهه البلد اللي خدمت معاك كل الاخصائيين واخصائيات انا عارف بس عليك شرب يحظك وشرب يعطيك الكلمه تمنى طبعا احنا توا حاليا شفنا مع بعضنا قسم متعدي الاعاقه توا حنمشوا لابنائنا السيد عصام. احنا توا عندنا الاطفال المقيمين هنا معاك دار رعايه ولا اللي هم الاطفال والشباب والكبار في السن. الاطفال قلنا من يوم اللي عند شوي عمو الطفل من يوم اللي عند 12 سنه وبعدين ينتقل للمرحله الثانيه ومؤسسه ثانيه هم من 12 ل 18 دار رعايه البنين من 12 ل 18 وبعدين ينتقل للمرحله الثالثه اللي هي دار الضيافه اللي يوجد فيها النزيل اللي عند يوفروا له فرصه عمل وبيت وسكن. طبعا هم كلهم جنب بعضهم الاطفال والشباب والكبار في السن. طبعا مؤسستنا داخل المجمع بالكامل يعني الصعاب والعلم في كفك سلاح. وحياك العام انتم بخير. رمضانك مبارك. صايمين وفطرين؟ مشكلكم طبعا. قول لي يا حاج كيف جو الإقامة هنا؟ الحمد لله كويس. تريحين 100% الحمد لله. يا جماعة مناقصين معاكم فرصة جديدة. لا متريحين والله 100% الحمد لله. هنا شنو كيف شايف الوضع هنا بالنسبة للإقامة بالنسبة للوكالة بالنسبة للحياة؟ والله كل حاجة متوفرة، كل حاجة قاعدة، أنا ما فيش حاجة تنقص. كل حاجة قاعدة. من منهم اليومك تقول له بارك الله فيك ولا كلهم؟ الله نشكر كل الاستاذيه وكل المشرفين اللي تاع المجمع كله. ربي يحفظكم ان شاء الله. الانشطه طبعا انت بالي حكوا لي كنت واحد من الشباب اللي شاركوا في مهرجان الطيران صح؟ بشارك انت؟ شاركت مع مهرجان الطيران هو كان مهرجان طيران المرج ولا؟ شو اللي شاركت به في المهرجان؟ كيف الحجه المفنى حروف الطيران؟ مثلا حرف الاي الفا المجسم تاع الطيران مثلا جزير نوري كيف الطيار تجي الطياره وبالانجليزي مثلا. طب احنا شفنا تو حاليا الاقسام اللي عندنا ما زلنا حنمشوا قسم الاطفال وقسم كبار السن لكن احنا تو حاليا لفت انتباهي مركز احباب الرحمن للتوحد. عارفين التوحد هذه فئه صعبه جدا وصعب العلاج او التعامل معها في الوضع الحالي. زوينا شنو دايرين من راي لابناء التوحد؟ طبعا هي ثالث فئه يقدم لها مجمع المرج الرعايه الاجتماعيه الشامله خدمات اللي هي فئه التوحد او اضطراب السلوك. واضطراب السلوك ليس الا يعني في الغالب مش مرض هو في الغالب هم الاطفال قدراتهم الذهنيه نفس قدرات الطفل العادي والسوي ولكن فيهم خلل هو خلل في السلوك. طبعا يتم تدريب الاطفال ويتم تهيئه الاسره قبل كل شيء واعداد الاسره بحيث انه التعامل مع الطفل بالشكل الصحيح اللي هو استغلاليته عدم طبعا حرمانه من بعض الاغذيه اللي هي انها تساعده وتزيد من فرط الحركه وفرط النشاط وكذا. ما شاء الله كلهم ما شاء الله احتياجاتهم سريرات بشا منظم على كل عيل عنده سرير وعنده دولاب كامل. كل طفل او كل نزيل عندنا هنا كل بنيه عندها سرير عندها ملابسها احتياجاتها.
طبعا هنا هنا يعتبر قسم الجمعه شفنا الاطفال وبعدين الشباب الكبار في السن لما يستضيفون بالضيافه هنا اللي هم دار المسنين. طبعا حي اكيد ما شاء الله يعني ما زال انبهار بحقتنا اليوم وكلنا انبهرنا بهالمكان اللي اروع اروع ما يكون باستقبال الشباب بخدمه الشباب بفزعه الشباب نشكرهم مهما قدمنا شكر لكل العاملين هنا مش حنوفوهم حقهم. هذا قسم رعايه المسنين نخش مع بعضنا نشوف كيف الحياه موجوده معهم. كل غرفة فيها اثنين فيها نزيلين كل بسريرة بكومودين بتاعها فيه اسطوانة اكسجين برضو للمرات بعض المسنين عندهم عندهم مشاكل في الصدر فيركبوا لها في الاكسجين من قريب. ليش الغرف من غير فرش؟ هو طبعا فترة الصيف بس فترة الصيف طبعا رفعوا في الفرش بتاعهم وينظفوا فيه وينظفوه ويغسلوه كذا وني وفي الشتاء يردوه بحكم انه صيف. الله السلام عليكم اخباركم؟ طيبين طيبين ان شاء الله. ايش اخباركم؟ ايش دارين؟ ما شاء الله اخباركم. بس انت ليش في عنصريه شويه معلش؟ ليش انا المكان متدلع الستاير يا جماعه جو سمح؟ نعم لان ما قلت لك انت بادر لمسه نسائيه موجوده لمسه نسائيه موجوده حتى بقسم النساء ما شاء الله غادي يختلف على قسم الرجال بصراحه. وهنا درعيه الطفل بحكم ان امهاتنا اللي مشرفات بشكل كامل نقدم تحيه كلك ربي يحفظكم وبارك الله فيكم واجرك محاصل تعامل شغل كان فيه عمل خير عند الله قبل انه ما يكون وظيفه يعني. فباسم الكل وكل المشاهدين اقول لكم بارك الله فيكم على كل ما قدموا فيه في هالمكان المبارك. تسمو جوا الغرفه لا؟ في غرف فيها الصاله الثانيه بتاع الطعام هي صالوله ما شاء الله. هذه تعال استقبال تعال استقبال وضيوف التلفزيون هنا تعال لما جوا تعال الوضع العادي وكذا داخل اخر صاله. هذا الاعاشه هنا المطبخ بتاعهم يا ريت المطبخ طبعا عندنا هنا اعداد الوجبات نفس الشيء الطيب ونفس الطفل يطيبوا لهم هنا الطفل بروحه فهمت هاي طبخوا هاي ارواحكم اوكي يعني الطفل لانه هو البهارات اقل احرار ما فيش احرار كذا الاشياء هذه نحتاجون بس ما شاء الله البنه فايحه على الشربه يعطيك الصحه يا والبابا في الليل تخوف والشجعان يبانو يا والخواف ينامو مشاهدينا الكرام بكي وصلنا بكم لختام حلقتنا اليوم من برنامجكم وبرنامجنا كوبون 7. حلقتنا اليوم كانت من داخل مدينه المارج الحبيبه اللي نقدم تحيه كبيره لكل اهلنا في المارج نشكرهم على حسن الاستقبال وحسن الضيافه. اليوم كانت حلقه تعتبر عندنا احنا كفريق العمل من اروع الحلقات انا فيها لفته انسانيه رائعه جدا جدا. من خلال حلقتنا اليوم نقدم الشكر الكبير الى مجمع المارج للرعايه الاجتماعيه الشامله. صدق اليوم لقينا في هالمجمع الكثير والكثير اليوم لقينا مجموعه كبيره من العبر ومن حاجات اللي قدمها للانسانيه كثير وكثير. شفنا اليوم اكثر من حاجه، شفنا ابناء الرعايه، شفنا اليوم متعددي الاعاقه، شفنا اليوم التوحد، شفنا اليوم
فئات كثيرة اليوم داخل هالمؤسسة رائعة جدا اللي يقدموا لها الناس اللي فيها الكثير والكثير. نشكر دولتنا الموقرة لدعمها لهالمؤسسة، وما زلت نطلب اليوم من الدولة ومن أهل الخير أن يقدموا الكثير والكثير لكل من يقدم، أن هو يفكر يقدم عمل خير للمواطن. فريق العمل اليوم يشكر هالمؤسسة الرائعة على حسنهم وعلى وجودنا معاهم اليوم وبجديات، يعني مازال فينا الخير والخير مازال في بلادنا والخير في كل من يقدم الخير. من داخل مجمع المجد للرعايه الاجتماعيه الشامله نصلي بكم نهايه عقدنا اليوم من برنامجكم كبون، مع تحيات كل فريق العمل. شكرا حيكم انتم تبعت الله، والسلام عليكم. يا عقدتك مهما تكون كل شيء مع اسمك يهون، تقدر بقدراتك تنال وتنافس. معاشر كسبكرا معاشر كسبكرا يا ملكانة في نفس الميعاد، ملكانة في نفسي أنا، ملكانة في نفسي 100% أنا بالحالة المرعية، حالة المرعية مرمر بكل جدية يا بكل جدية. كيف العادة في الميعاد معاشر كسبكرا معاشر كسبكرا يا ملكانة في نفس الميعاد، ملكانة في نفسي أنا، ملكانة في نفسي ملكانة فيكم. بكرة المايك بين ايديكم يا بين ايديكم، كم كبوني راشي فيكم هي راشي فيكم. شرك اسمع انت اشكسات معاشر كسبكرا معاشر كسبكرا يا ملكانة في نفس الميعاد، ملكانة في نفسي أنا، ملكانة في نفسي ملكانة فيكم. بكرة المايك بين ايديكم يا بين ايديكم، كم كبوني راشي فيكم هي راشي فيكم. شرك اسمع انت اسكسات معاشر كسبكرا معاشر كسبكرا يا ملكانة في نفس الميعاد، ملكانة يا ملكانة في نفسي بكرة اللقاء إن كان عطان الله حياة، الله حياة تشوفك ناسك في الخانة يا في الخانة. أنت الرابح من غير عناد معاشر كسبكرا معاشر كسبكرا يا ملكانة في نفس الميعاد، ملكانة في نفسي أنا، ملكانة في نفسي